السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده وفي احسن الاحوال. فيديو نتاع اليوم ان شاء الله غيكون وصفه ماشي كما كاع الوصفات، وصفه رائعه جدا، وصفه كتعطيك واحد النتيجه اللي هي هائله، غتبهري بالنتيجه اللي غتحصلي فيها عليها. مع هاد الوصفه جربتها شخصيا وعطتني واحد النتيجه اللي تصدمت فيها. بغيت الجميع اللي عندي يجربوا هاد الوصفه ويشاركوني الراي نتاعهم والنتيجه اللي يحصلوا عليها. وصفه طبيعيه 100% ومكونات جد سهله وموجوده في جميع المنازل، وكما كتشوفوا المكونات راها باينه. عندي هنايا مايزينا، غناخد معلقه مايزينا، وكذلك المكون الثاني عندي دانون مسوس، غناخد جوج معالق دانون مسوس، وكذلك معلقه كبيره من جنين القمح. كتعرفوا الفائده ديالو. وعندي واحد ثلاثه القطرات ولا اربعه نتاع فيتامين او، كذلك فيتامين او الجميع كيعرف المزايا ديالو والنتيجه اللي كيعطيها لنا ولو كان دهنو غير بوحدو الوجه ديالنا. كذلك عندي واحد المعلقه صغيره ديال الفرينه عاديه، المهم باش هكا الخليط ديالنا يجي عقد ونقدروا نطبقوه على البشره ديالنا. كما كتشوفوا الوصائل المكونات سهله جدا، والنتيجه البنات ضروري 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 تجربوها. البنات اللي مشاو للسعيديه وتحرقت لهم البشره، البنات اللي فيهم الكلف، البنات اللي عندهم مشكل من الحمرار البشره، البنات اللي عندهم مشكل البشره نتاعهم في الساعه كتهيج بالشمس، المهم البنات جربوها وما تبخلوش عليا بالتعاليق نتاعكم بالاراء نتاعكم في هاد الوصفه بالضبط. بغيت الكل يجربها لحيتاش وصفه زوينه وان شاء الله تنال الاعجاب نتاعكم. كما شفتوا الخليط خصو يجي على هذا الشكل، يجي عاقد شويه وفي نفس الوقت كما نقولوا على شكل بلسم، وكان نوضعه في واحد القرعه نتاع الزاج وكنحكموا الاغلاق نتاعها مزيان باش هكا يعني حتى الا بغينا نخليوه في الثلاجه لواحد المده نتاع سيمانه ولا جوج سيمانات ما كيضيعناش هذا الخليط، كيبقى كما هو. فوق ما بغينا نطبقوه جوج مرات ثلاث مرات اربع مرات في الاسبوع، هذاك الشيء على حسابكم نتوما على حساب الوقت. المهم ان شاء الله نتمنى تعجبكم هذه الوصفه، والجميع كما قلت لكم من قبل اللي يجربها ويرد عليا الخبر. اللي اول مره تدخل على القناه ديالي نتمنى انها تدعمني بالاشتراك وتفعيل الجرس، كذلك الاعجاب للفيديو. وشكرا للجميع اللي كانوا متبعيني من اول من بدايه فتح القناه حتى لهذا الوقيته، شكرا لكم. بلا بكم القناه نتاعي ما غتكون عندها حتى شي دور، ونتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، وشكرا.